بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نرحب بكم من جديد، ودائما مع هذه الدورة التكوينية بخصوص كيفية إنجاز التصميم طريق بواسطة البرامج أوتوكاد، كوفاديس، أوتوبيست وبيست. إذا بعدما أنهينا رسم المقطع الطولي للطريق بجانبه الأول، وهو رسم المقطع الطولي للأرضية لإسقاط مختلف نقاط محور الطريق على الأرضية، إذا وتمكنا من استخراج أو رسم المقطع الطولي للأرضية بهذه الطريقة. إذن ينتج لنا مخطط قطع ومقطع طولي للطريق به مجموعة من المعلومات، فمثلا هنا شارة البرنامج، وهنا تجد كتابة بروفيل ديسيني بار أوتوبيست، أما هنا فقد نجد اسم المشروع الخاص بنا وهو موافق لاسم المشروع، هنا نجد هنا كما نجد هنا سلم محور الفواصل التي اخترناه سابقا مع محور التراتيب 1/1000 و1/100، وكذلك هنا نجد البلان دو كومباريزون الذي حسبه او قام بحسابه البرنامج اوتوماتيكيا آليا مختلف المعلومات الخاصة بكارتوش البروفيل اونلاين. فمثلا هنا نجد لو نيميرو دو بروفيل اون ترافير، يعني رقم لو بروفيل اون ترافير، هنا بدا مثلا من 10 11 12، كما نستطيع تغيير رقم البدايه كما قلنا سابقا، هنا بدانا من رقم 10. هنا نجد ارتفاع منسوب الارضيه، وهنا قيم مختلف ارتفاعات لمنسوب الارضيه، فكل بروفيل يمثلنا ارتفاع معين، فالبروفيل رقم 16 يمثل أو يعطينا منسوب قدره 240.87 متر بالنسبة إلى المرجع الذي اتخذه المساح الطبوغرافي أثناء إنجاز الرفع الطبوغرافي. وهنا نجد ثم نجد ارتفاع المشروع، وتلاحظ أن هنا نجد ارتفاع المشروع اتيتيود دو بروجي، كما تلاحظون هنا الخانة فارغة لأن ارتفاع المشروع أو ارتفاعات المشروع منسوب المشروع هنا لم نرسمها بعد. هنا الإيكار تيان بروجي، يعني فرق الارتفاع ما بين البروجي والتيان، كذلك مع عدم وجود الارتيتيود بروجي لا يمكن حسابه آليا. وهنا نجد ديستونس بارسيال، أي أنه المسافات البينية ما بين كل بروفيل وبروفيل، وهنا ديستونس كوميلي، يعني المسافات المتراكمة مع حساب كل مسافة بينية، فكما تلاحظون هنا 0 ثم نضيف إليها 30 تصبح 30 ثم نضيف إليها 30 تصبح 60 بالإضافة 30 تصبح 90 إلى غير ذلك، فهذا هو الفرق بين بارسيال وكوميلي. ثم نجد دي بونت اي رومب، وهما معلومتين خاصتين بمشروع بارتفاع المشروع وليس التيران ناتورال. ثم نجد هنا الينمون دروا اي كورب، هذين المعلومتين خاصين بلوتراسيون بلون دو لا روت، يعني كل مميزات او خواص الهندسيه لوتراسيون بلون بمكوناتها وعناصرها المكونه لها الهندسيه المكونه لها نجدها هنا، نجد كل معلوماتها هنا. فمثلا هنا من البروفيل 0 بروفيل 1 او 10 الى البروفيل ما بعد 18 نجد هنا الينمون دروا قدره 252 متر طولي. ثم بعد ذلك نجد هنا كروتويد بارامتر الخاص به هو 82 وطوله 54. ثم بعد الكروتويد نجد النارك قوس دائرة قدره 124 نصف قطره 124 طوله 49 متر، ثم كروتويد من جديد، ثم المدروة إلى غير ذلك. وكل هذه المعلومات أو كل هذا العناصر موجودة في تراسيون بلون دو لا روت كما أنجزناها سابقا. فهذا هو المدروة، ثم
الكو طويل ثم الارك ثم الكو طويل ثم الدروات الى غير ذلك. فكل المعلومات او المكونات الهندسيه لعناصر التراسيوم بلون لاروت موجوده هنا، ويعينها لك اليا البرنامج في البروفيلون او تابلو الخاص بالبروفيلون للطريق. ثم بعد ذلك الديفر اغوش الديفر ادروات، اي ميل الطريق اليسرى الايسر وميل الطريق الايمن للطريق. هنا تجدها ما زال لم يحسبها البرنامج بعد، فكلها هنا تشير الى القيمه صفر. اذا يا جماعه الان بقي لنا رسم مشروع او خط مشروع الطريق، اي لو بروفيلون بروجي دو لا روت. يعطينا برنامج كوباديس عده اختيارات او عده طرق لرسم بروفيلون دو لا روت. فسوف نقوم بهذه الطريقه التي سنعرضها الان للقيام، او وهي احسن طريقه او اقرب طريقه الى السهوله، من حيث انها اقرب للطريقه النظريه للعمل اليدوي، او انها جد سهله في عمليا واليا. اذا نقوم من القائمه اوتوبيس باختيار الميوني او القائمه بروفيلون، ثم من البروفيلون نختار دروات، ثم نذهب الى بوان اي بونت. بوان اي بونت لماذا؟ لاختيار نقطه مع ميل للمستقيمات الخاصه بالمقطع الطولي. فكما قلنا سابقا يا جماعه في الدرس النظري ان البروفيلون دو لا روت يخضع الى نظم للانجاز. فمثلا قلنا سابقا انه توجد قيمه للديكليفيتي، اي لميل الطريق ادنى او دنيا لا يجوز او لا يمكن لنا تبعا لنظم الانجاز ان نقوم بانجاز مستقيمات ادنى منها في الميل. ويوجد ارتفاع أو ميل اعظمي لا يمكن ان نقوم بانجاز ميل اعلى منه او ميل يفوقه. اذا لا ديكليفيتي مينيموم، وفيه كذلك ديكليفيتي ماكسيموم. اذا الميل الادنى الذي يمكن انجازه هو 0.5%، نستطيع او 1%، ونستطيع ان نذهب الى 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 حد اقصى قدره 0.5%. والميل الاعظمي هو يخضع الى جدول، هذا الجدول نجده في نظام الانجاز الجزائري بي كارونت. الجدول هذا يصنف لنا كاتيجوري الطريق مع لونفيرونمون الخاص بالطريق. إذا حالة مشروعنا لدينا لونفيرونمون او دو، أي أنه مويان، مع الكاتيجوري دو سي دبليو في كاتيجوري دو. إذا نقوم بقراءة هذه القيمة 5%. نظم الإنجاز تسمح بزيادة 2%، مقدار قدره 2% على المقدار الذي قرأناه في الجدول، حينما نجد أن ارتفاعات الأرضية تفوق بكثير ارتفاعات الميل الأعظمي. إذا نستطيع أن نقوم بميل قدره بإنجاز ميل قدره 7%، 5 × 2 7%. نذهب من جديد إلى برنامج الأوتوكاد، وهنا نحاول إنجاز مستقيمات قدرها أو ميل ذات ميل قدره ما بين 0.5% إلى 7% كأقصى تقدير. يعني أننا لا يمكن لنا أن ننجز ميل لمستقيمات في المقطع الطولي قدرها أدنى من 0.5% أو أعلى من 7%. هذا هو المعنى أو المقصود من نظام إنجاز الجزائري. لذلك اخترنا من البروفيلون دروات، أي أننا نريد رسم دروات، ومن ذلك نذهب إلى بوان اي بونت يعني نقطة وميل، وذلك لتحديد الميل بدقة. هنا يقوم لنا برومي بوان، أي يختار النقطة الأولى. في حالة مشروعنا هنا لدينا في البداية ربط لطريق وطني رقم 19، أي أننا يجب أننا أن نلصق نقطة الانطلاق مع الأرضية. نقوم باختيار نقطة الأرضية، هنا يجب أن يكون زاد الأرضية مشابه لزاد البروجي،
إذن يجب أن نفعل الأكروشاج هنا، نفعل الأكروشاج ومن ثم نختار النقطة الأولى، ثم تظهر لنا نافذة جديدة هنا، نختار منها الميل، هنا نقرأ الميل. فمثلا هنا بالطريقة هذه هنا ننجز ميل قدره 7%، وهنا لدينا أدنى ميل وهو 0.5%. إذن هذا هو الميل الأدنى الممكن إنجازه. هنا نظرا لأن الأرضية ذات ميل جد أعظمي، فيمكننا أن ننجز ميل قدره 7%. نستطيع من خلال هذا الجدول اختيار ميل قدره 7% موجب، لأنه عبارة عن ميل يصعد، لأنه رومب وليس بونت، إذن الميل يكون موجب. نقفل هنا هذا القفل هنا، نضغط عليه لإقفال، ثم نقوم بتوجيه فقط توجيه زر الفأرة، توجيه بوسط الفأرة هنا بالتوجيه، والضغط على القيمة النهائية أو المكان الذي ينتهي فيه الأدوات الذي نريد إنجازه. إذا تمكنا من إنجاز دروات قدر ميله 7%. عند الشك في ميل الذي أدخلناه أو إرادة التحقق من ميل الدروات الذي أنشأناه، نذهب إلى بروفيل رولون، ومن ثم إلى رونسانيومون، ثم إلى رونسانيومون، ومن ثم إلى ليس دروات، ثم الضغط على الدروات، فهنا يعطيك قدر لابونت أو ميل الدروات الذي أنجزته. إذا نكمل إنجاز أو تصميم المقطع الطولي للطريق. إذا كما قلنا في الدرس النظري أن البروفيلون للطريق هو عبارة عن مجموعة هندسية تضم كل من ديدروات مستقيمة و ديبارابول قطع مكافئة. هنا نقوم بتصميم كل ديدروات ثم من ثم ربطها عن طريق ديبارابول، مع أخذ بالاعتبار نظم الإنجاز. إذا فمثلا ديدروات آخر هنا بونت إي رومب، وسيلة تفعيل الأكروشاج لتصميم بصفة تلقائية أو بصفة غير مقيدة. فمثلا هنا أقوم برسم دروات قدر ميله مثلا هنا قدر ميله مثلا هنا 2%، ثم أضيف دروات آخر هنا مثلا هنا هكذا. طريقة التصميم تختلف مهندس إلى آخر، وتختلف كذلك من شروط أو من حالات لأرضية إلى أخرى، فكل مهندس لديه طريقة في التصميم، ولكن دائما يجب أن نحافظ على معايير وشروط الإنجاز. فمثلا هنا مع أخذ بالاعتبار نظام الإنجاز الخاص بنا، ثم هنا أضيف دروات من جديد، وهنا دروات آخر مثلا، ثم هنا أفعل الأكروشاج لإنجاز المستقيم هنا 7% لا أكثر، ثم أحاول رسم مقطع، نتركه هكذا لإنجاز ديبارابول هنا بهذا الجبل. إذا الآن بعدما أكملنا رسم كل المستقيمات، نقوم بربطها عن طريق البارابول. من القائمة بروفيل نختار هنا ركوردومو افيك بارابول، ثم تظهر لنا عدة اختيارات. أحسن اختيارين لرسم البارابول هما تونجونت تونجونت بوان وتونجونت تونجونت ريون. إذا استعملنا تونجونت تونجونت ريون، هنا ندخل نحن الريون المراد أو نصف القطر المراد إنجازه. من تونجون تونجون بوان يجب إدخال
مماسين ونقطة معينة نختارها جرافيكمون، نختارها بيانيا من الرسم، ولكن مع أخذ من الاعتبار نصف القطر الذي أخذناه في كل بارابول. نظام الإنتاج الجزائري لا يسمح بإنجاز أي نصف قطر كان، ولكن يقيد ذلك بجدولين، جدول أنصاف الأقطار الخاصين ب بالأنجل سيون، لأنه في الحالة ما إذا كان لدينا الربط عبارة عن في الحالة هاته، في هذه الحالة مثلا، في هذه الحالة يكون البارابول من الناحية العليا، يعني التقاعر يكون للفوق، وفي حالة ثانية وهي التقاعر يكون إلى الأسفل. إذا كان التقاعر إلى الأعلى للبارابول يدعى الريون هنا بريون اونونغل سيون أو ريون كونفكس، في حالة إذا كان التقاعر إلى الأسفل يدعى الريون بريون كونكاف أو ريون اونونغل رونترون. إذا الجدول الأول يعطينا أنصاف أقطار لريون سيون لأنه كونفكس، نقرأ القيمة من فيتاس دو باز في حالة مشروعنا 60 مع الكاتيجوري 2، إذا نحن هنا مع هذه الكولون، مع هذا الكولون، ثم نقرأ طبيعة أو ما هي طبيعة الطريق الخاص بنا، هل هو انيديريسيونال أنه طريق مثلا سريع مفروق بأن تي بي سي لأنه لديه ناحية لسير العربات أو سير المركبات وناحية أخرى مفصولين، أو بيديريسيونال لأنها الطريق غير مفصول بأن تي بي سي، ما فيش فاصل. حالة مشروعنا هو طريق بيديريسيونال، طريق ذو اتجاهين بيديريسيونال. في الحالة هذه نأخذ أقل قيمة للريون ار في ام، أقل قيمة للريون ار في ام، وهي هنا في حالتنا مع الفيتاس دو باس 60. إذا لدينا هنا في الحالة هذه لدينا 1500. إذا أصغر ريون يمكن إنجازه في حالة لونغل سيون لونغل كونكاف هو 1500. نذهب إلى حالتنا، إذا هنا أصغر ريون يمكن إنجازه هو 1500، نقوم بإنجازه من القائمة بروفيل أونلون، نختار أركض موافق بارابول ثم بوان بوان تونجونت تونجونت إريون تونجونت تونجونت إريون. يقول لنا سيليسيوني لا بروميير تونجونت، أي المماس الأول، نقوم باختيار الضلع أو المستقيم الأول ثم المستقيم الثاني، ثم هنا يعطينا نافذة صغيرة لإدخال قيمة الريون الخاص بنا. إذا أصغر ريون يمكن إنجازه هو 1500، نقوم بإدخال 1500 ولكن هنا ندخلها بالسالب، سالب 1500. إذا كل ريون الخاصين بالرسم، رسم البروفيل والله، يجب أن ندخلها سالبة في حالة ما إذا كان عندنا، إذا كان عندنا ريون كونفكس يجب أن تكون سالبة. ثم نضغط على أوكي. هنا رسمنا مقطع أو لو بارابول ما بين دوز أليمون مع قيمة ل 1500، ثم أوكي من جديد. هنا يقوم بتفعيل الاختيار الذي رسمته. إذا حاولنا أو أن نعرف من جديد قيمة الريون أو شاركنا في قيمة الريون الذي أدخلناه، نذهب إلى قائمة بروفيلون ثم رونسانيومون ثم ليست بارابول، ونقوم بالنقر على البارابول الخاص بنا. هنا يعطيك قيمة الريون، قيمة الريون الذي أدخلته. ريون ناقص 1500. إذن أدخلنا الريون الصحيح. نكمل الإنجاز. هنا مثلا نفس الشيء، إذا أردنا القيام بالطريقة الثانية وهي أبيك بارابول تونجونت تونجونت بوان تونجونت ثم تونجونت ثم بوان، عن طريق تقريب الفأرة من ما بين، يعني المكان ما بين لي دوز أليمون دروا، وننتظر قليلا يعطينا قيمة الريون الذي تريد إدخاله في هذه الوضعية مع الصومي، وهي قيمة البارابول الذي تريد إنجازه. ولكن نظام الإنجاز الجزائري لا يسمح بإنجاز
نذهب من هنا إلى الجدول الثاني والخاص بالريون كونكاف، فهنا لافيت دو باز 60 تعطينا قيمة للكاتيجوري 2 قدرها 1200. 1200 يعني أصغر ريون يمكن إدخاله في حالة كونكاف هو 1200. إذا هنا نقوم باختيار مثلا 1200، نلاحظ أنه يمثل أن ريون صغير جدا، ونحن نريد هنا إنجاز أن ريون الذي يسمح لنا بإنقاص إلى أكبر قدر ممكن لفوليوم يعني حجوم الحفر. إذا نفعل هذا الاختيار مثلا، ثم نكمل بنفس الطريقة كافة البارابول الخاصين بهذا البروفيل. فمثلا هنا أقوم باختيار هذا ثم هذا ثم الريون الذي في وسطه فهنا يجب الأخذ باعتبار أنه أصغر ريون في حالة الكونفكس هو 1500. إذا من 1500 ثم أضغط، فألاحظ هنا أنه العامل من دروا قد اختفى، لا يهم ذلك. إذا نختار من القائمة بروفيل ثم أبيك بارابول تونجون تونجونت بوان. إذا هنا الممس الأول هو بارابول نفسها، الممس الثاني هو دروات، ثم قيمة الريون الموجود بينهما. فمثلا أختار هنا 1300 ثم أكمل باقي لبارابول الخاصين به. وهنا مثلا أختار قيمة مثلا هنا أختار تونجونت بوان بوان تونجونت مماس ثم نقطة لاعب تعيين هنا ثم نقطة في الوسط. فمثلا أريد أن أرسم الريون هنا بالطريقة هذه، ثم أريد الآن أن أربط بين هاتين المستقيمين أو المستقيم مع البارابول. في هذه الحالة أستطيع أن أختار نفس الاختيار الأول هو تونجونت بوان بوان تونجونت ثم بوان ثم بوان مثلا هنا. هنا أربط بين هذين اثنين بارابول ببارابول ثالث، فأختار من القائمة هنا تونجون تونجونت بوان تونجونت الأول بارابول وتونجونت الثاني بارابول والثالث عبارة عن بارابول كذلك هكذا. فهنا قمنا بإنجاز 3 بارابول، بارابول الأول مماس بارابول الثاني ثم مماس بارابول الثالث. بنفس الطريقة نكمل إنجاز كل لبارابول الخاصين بالبروفيل الخاص بالطريق الذي نريد إنجازه. إذن الآن أكملنا رسم كل مكونات أو العناصر الهندسية لمقطع طولي المشروع الخاص بالطريق. لما نكمل رسم كل العناصر نقوم والمصادقة عليها نقوم باختيار من القائمة بروفيل لون أسمبلاج بروفيل لون، يعني أننا نريد الآن نربط مختلف العناصر لضمها إلى مقطع الطولي المشروع الطريق. ثم هنا نختار كل العناصر واحدة بواحدة مع إمكانية التحقق من أنه كل العناصر مربوطة ببعضها بشكل سليم، هنا نقاط الربط تكون بشكل سليم وغير متقطعة. كل العناصر يجب ربطها، لا يهم ترتيب في الربط، المهم هي عملية لاختيار كل العناصر التي يمكن ربطها أو يجب ربطها مع بعضها، ولا يجب أن ننسى أي عنصر من العناصر المربوطة أو الخاصة بالبروفيل نو، وإلا سوف يقوم بعدم السماح لنا بربط كل المكونات وإنجاز المقطع الطريق. إذن لما نختار كل المكونات نضغط على أونتري تظهر نافذة جديدة، نقول هنا نو، لا تهم هذه النافذة لا تهم. إذن هنا قام البرنامج بالمصادقة أو بالتحقق من كل المكونات وربطها من بعضها البعض وضمها إلى مقطع طري لمشروع الطريق والمصادقة عليها وقبولها آليا، ومع إتمام ملء الآلي لكل العناصر أو المكونات أو المعلومات الخاصة بكرتوش
مخطط المقطع الطولي للطريق. فهنا كانت الاتيتود بروجي فارغة. هنا قام بملئها بكل المناسيب الخاصة بها. هنا كذلك الكار قام بملئه. وهنا مختلف العناصر التي يقوم بإدخالها من رومب لأنه صعود، ثم بارابول بأنصاف أقطارها، وليبونت لأنها لما ننزل هنا صعود ثم نزول هنا إلى غير ذلك. بونت نزول ورومب صعود، وكل المكونات الخاصة بالمشروع. هنا لوديفار أغوش دروات لم يملأه بعد لأننا لم ندخل قيمة لوديفار لكل ريون هنا خاص بتراسيون بلون. عند لوديفار قمنا بالتحدث عليه كثيرا في الدرس النظري، وفي باقي الدروس سوف نفصل كيفية ملء هذه الخانات هنا إلى غير ذلك، مع تحيتنا لكل متربصي ومتمهني معهد المصالحة وكل متربصي ومتمهني قطاع التكوين المهني. شكرا لكم.